حلقتنا النهاردة بقى حلقة مميزة شويتين كده، يعني حلقة نعمل فيها زي تجهيزات كده، مش تجهيزات لرمضان بس، لا تجهيزات لأي حاجة موجودة في السوق سعرها كويس نقدر نشيلها ونحتفظ بيها يبقى تمام وزي الفل. وفيها كمان تجهيزات نوع من البروتين، البروتين النباتي، فاصوليا وحمص، هنعمل فيهم ايه؟ يلا بينا نخش على حلقتنا ونشوف هنعمل فيهم ايه. أول حاجة كده في حلة على النار هحط شوية من السمن طبعا حسب الكمية اللي انتوا بتحبوها من المادة الدهنية، وهحط عليهم بصل حسب طبعا كمية الطماطم اللي احنا بنستخدمها. طبعا انا قبل كده قلت لكم في وصفات كتير في تخزين الطماطم ان انا ما بحبش احط المادة الدهنية بتاعتي واخزنها فترة طويلة، بس دي مثلا تجهيزات لشهر، مثلا عندنا شغل، مزنوقين، عندنا دراسة، عندنا حاجة، فدي حاجات يا جماعة بتنجز معانا بشكل مش عايزة اقول لكم ازاي. هنستنى على البصلة لحد ما تحمر كده وتاخد اللون الحلو ونقول هنعمل ايه. ما هو احنا بنعمل تجهيزات يعني عايزين ننجز. في حلة تانية هحط برضو شوية من المادة الدهنية كده، هحط هنا شوية ثوم طبعا الكمية زي ما تحبوا. عايزة اقول بقى دي تنفع طبعا لمكرونة، لخضار، لأي حاجة ممكن نستخدمها. اما اللي بالثوم دي ممكن لكفتة رز، ممكن للفتة، ممكن للكشري زي ما تحبوا، بس طبعا لو في الكشري هتحطوا الزيت زي ما احنا متعودين، لكن للفتة تمام. وهنسيب التوابل، هنحط البيزك ملح والسكر وبس على كده، اي توابل تانية حضراتكم هتضيفوها حسب النوع اللي انتوا بتستخدموه ليها. هحط هنا بقى الطماطم، زي ما اتفقنا التوابل بتاعتنا ملح، والملح طبعا مش هنزود الكمية كلها، حاجة بسيطة كده. وهنحط هنا السكر، المادة الحافظة الطبيعية، وفي نفس الوقت بيعادل الحموضة بتاعت الطماطم. هنقلبهم كده تقليبة كويسة ونغطي عليهم ونسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا معانا. معايا هنا فاصوليا بيضة، الكمية زي ما تحبوا طبعا، نقعاها من بالليل وغيرت عليها المية مرتين. وبعد كده مجهزة هنا مية على النار، هبدأ أنزل فيها بالفاصوليا، ده حوالي ربع كيلو تقريبا، هنسيبها لحد ما تستوي ونشوف هنعمل فيها ايه. معايا هنا برضو مية، ومعايا كوباية من الحمص هسلقها فيها وهقول لكم حالا الحمص ده ليه. قلنا بقى احنا هنقول الحمص ده ليه. دلوقتي احنا عاملين مثلا طبخه، والطبخه دي ما فيهاش لحوم ولا فيها فراخ، ممكن نستبدلها ببروتين نباتي زي الحمص، نطلعه ونعمله شويه سلطه ونحط عليهم شويه طحينه وشويه زيت زيتون او زيت عادي، بقى معانا وجبه كامله متكامله من كل حاجه. وفي الدول العربيه كمان على فكره بيعملوه بالصلصه، بس الصلصه بتاعته بتبقى تقيله شويه، بيبقى طعمه حلو قوي، وبيقدموه مع السمك. يعني هما لما بيعملوا السمك كده بيروحوا حاطين جنبه الحمص اللي في الصلصه ده، بيبقى حاجه طريه كانها بتبلع اللقمه، وهما بياكلوها على اساس ان هما بيعتبروا السمك حاجه جافه، حاجه ما فيهاش سوائل وصلصه، فهم بيحطوه في صلصه وبيقدموه بيطلع حلو قوي. كده البصل بتاعنا بقى جاهز خلاص، كل اللي هنعمله هننزل عليه بعصير الطماطم اللي احنا مجهزين، هنديله بقى تقليبه حلوه كده مع بعضه. وما ننساش طبعا رشه السكر عشان تعادل الحموضه والماده الحافظه بتاعتنا، وبرده الملح. وبعد كده هنضيف التوابل حسب نوع الطبخه اللي احنا هنعملها، هنقلبهم مع بعض، هنغطي عليهم. تعالوا بقى كده نشوف الطماطم بتاعتنا اتسبكت وبقت مظبوطه جدا، هنطفي عليها ونسيبها بقى لحد ما تبرد ونبدا نعبيها في الاكياس بتاعتها. بعد ما الصلصه بتاعتنا بقى بردت كده وبقت تمام وزي الفل، هنجيب اكياس بلاستيك ونفتحها بقى الفتحه دي يا جماعه، مش عايزه اقول لكم يعني. ناخد كده الكميه اللي احنا عايزينها على عدد افراد الاسره وعلى قد كميه الوجبه اللي احنا بنعملها وهنحطها في الاكياس. وبكده نكون خلصنا التجهيزات بتاعتنا، عملنا التسبيكه اللي بالثوم، عملنا التسبيكه اللي بالبصل، عملنا الفاصوليا، عملنا الحمص، كل حاجه بقت جاهزه. راجعه من الشغل مستعجله، ما عندكيش وقت، كيس من ده على كيس من ده هيطلع، وشويه رز بشعريه، بقى عندنا احلى غدا في الدنيا. اتمنى بقى تجربوا الوصفات وتقولوا لي رأي حضراتكم ايه. اشوفكم في وصفة جديدة وتجهيزات احلى واحلى. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.